السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنروح للحلمية مرة ثانية، لأن هي أيام الطفولة زي ما أنتم عارفين، مفيش مسؤوليات إلى آخره. ومن أجمل الأشياء اللي إحنا كنا بنعيش خلالها وإحنا في الحلمية، اللي هو الاحتفال بمولد النبي. وتلاقي الزينات موجودة، والأنوار في الشوارع موجودة، والشوادر موجودة، والمداحين الرسول صلى الله عليه وسلم موجودين في الشوادر، دول قاعدين ليل نهار يمدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدحين ماشيين في الشوارع وممسكين الاعلام ولابسين اللبس الخاص بتاعهم، وفي ايديهم الطبل وفي ايديهم الرق وفي ايديهم السجاد وفي ايديهم كلها والناي الى اخره، وماشيين والاطفال يمشوا وراهم، وتبقى زي مظاهره كبيره جدا، والناس بتبقى سعيده جدا، الناس تخرج من الشبابيك ومن البلكونات عشان تحييهم، لانهم بيحسوا ان هذا يوم فضيل تفضل به سبحانه وتعالى بميلاد سيد الخلق وسيد البشر صلى الله عليه وسلم. هذا جانب من الاحتفالات والابتهاجات اللي احنا شفناها في الحلمية في الوقت ده، ما اعتقدش انها موجودة دلوقتي في الدول العربية او الدول الاسلامية لانشغال الناس ولتغير الثقافات بتاعت الشعوب حاليا. من الاشياء التانية اللي كانت تعتبر زي ما تقولوا ان هي شيء مقدس، اللي هو علبة حلاوة المولد اللي فيها الحمصية والسمسمية والجوزية والفولية والبندقية والملبن، والملبن كان يبقى سادة أو يبقى مثلا بالبندق أو يبقى بالبندق أو بالجوز أو باللوز إلى آخره، ويبقى فيها داخل حاجة اسمها علف كمان، وفيها غير دول بيبقى فيها معاهم إيه، يعني كل هذه الأشياء بتبقى شيء مقدس. طبعا الحاجات دي موجودة دلوقتي، لكن الفارق الكبير بين ان كنا احنا بنشتري علبة المولد في الوقت ده ودلوقتي، اما حد يشتري علبة المولد حلاوة المولد، احنا لما كنا بنشتري علبة حلاوة المولد دي كنا بنقعد ناكلها مع بعض، القرص بتاع الفولية والسمسمية والجوزية والبندقية الاخره، نقعد نكسره عشان كل واحد فينا ياخد حتة من كل واحدة. دلوقتي ممكن واحد يشتري العلبة دي ويديها لحد ويمشي ويسيبه، تبقى زي ايه؟ زي علبة بسكوت، ما فيهاش الروح اللي احنا كنا شايفينها زمان في الوقت ده. طبعا انا برجع بالمشاعر دي للوقت ده بالذات، لان دي بتديك قيمة للحياة اللي احنا كنا عايشينها، وكيف كانت ليها قيمة عالية جدا وقامة عالية جدا في الوقت ده، حب الناس لبعضهم. طبعا كنا في الوقت ده الوالد لما كان يحب يروح يزور بعض قرايبه اولاد، يعني اللي هم اولاد اخواته من البنات بالذات، لازم يكون معانا علبه حلاوه المولد دي ونديها لهم عشان شيء من احترام الوالد لاقاربه او اقاربنا احنا في نفس الوقت. طبعا المشاعر دي هي مشاعر بتبني جزء من الشخصيه وبتكون جزء من الشخصيه بتاعت الطفل في الوقت ده، اللي هو بعد كده بيتذكرها ويبني عليها قيم واخلاقيات اخرى. اشكركم لمشاهده الفيديو، وأتمنى أن أنتم تشاركوا مع أصدقاء. السلام عليكم.